ويسأل في رسالته عن سبب صلاة الظهر والعصر سرا في القراءة وباقي الأوقات مثل المغرب والعشاء والفجر جهرا. أولا، الواجب على المسلم أن يعمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعرف له حكمة، لأن الواجب الامتثال سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. معرفة الحكمة أمر ثانوي زيادة فائدة، وإلا فالواجب الامتثال. ومن ذلك الإصرار في صلاة النهار والجهر في صلاة الليل للقراءة، الله أعلم بالحكمة في ذلك، ولكن ربما يكون من الحكمة والله أعلم أن صلاة الليل يجهر فيها لأن هذا أدعى للخشوع، ولأن قراءة صلاة الليل تكون أقرب إلى التدبر لهدوء الأصوات في الليل وانقطاع الشواغل، فإذا جهر بالقراءة كان ذلك أدعى للتدبر والخشوع، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالصلاة في الليل لها مزية، والجهر فيها القرآن له مزية، لأنه وقت تنقطع فيه الشواغل ويهدأ فيه البال ويتفرغ الإنسان للتدبر، بخلاف النهار فإنه وقت الأشغال ووقت الأصوات ويكون الإنسان مشغولا عن التدبر في الغالب.